ويف ويف فورم. خلينا نطلع على ويف فورم. لو كانت عندي ويف فورم زي هيك، مين اللي لسه بتحكي عمالها؟ هاي عندي 60 60 60، هاي 180 60، وبعدين عندي هون 2، هاي باي. فهذه عندي هون لحد هون، من هون لهون هذه باي. عندي هون باي، عفوا 2 باي، هذه باي على 3، هذه باي على 3، باي على 3، هذه بلس ام نسميها وماينس ام. اوكي، كيف ممكن هذا؟ انا طالب هلا الار ام اس تبع هاي الويف فورم. هلا لو كانت الويف فورم هاي ام كلها هون او ماينس ام طول الوقت، يا بلس ام يا ماينس ام، شو بكون الار ام اس تبعها؟ ام. هلا حتى نحلها احسن طريقة عشان ما تلخبط حالك بالجذر والتربيع، اكتب مره ثانيه الار ام اس تبع ويف فورم. خليني اخذ مثلا في ار ام اس شو بتساوي، او اذا كانت في اوف تي ار ام اس شو بتساوي. ايش التعريف الار ام اس؟ روت مين سكوير. اذا سكوير بجوا، اذا باخذ في اوف تي او في اوف اوميجا تي تربيع دي اوف اوميجا تي، بعدين راح اخذ مين. شو يعني مين؟ الافرج، يعني كلمه مين معناها كانها الافرج. المعامل التكامل مره ثانيه نفس الشيء، عندي في اوف اوميجا تي اوميجا تي، وهون الفاريبل اوف انتجريشن هو ثيتا او اوميجا تي. بعدين عايش لازم اقسم ليش على 2 باي؟ لانه الافرج، الافرج كملت من 0 ل 2 باي بقسم على 2 باي. حاله الاي والان، المعاملات اي ان وبي ان، هذول حاله خاصه قسمنا على 1 على باي، ماشي متذكرين؟ بس هون انا الافرج كامل كقاعده، ايش بكامل؟ الفتره اللي بكامل عليها بقسم عليها. وايش ضل عندي اخر شيء؟ سكوير مين، ايش ضل؟ روت. ماشي؟ هلا هاي مش بقدر اقسم هذا الانتجريشن زي ما بدي، بقدر اعمله اقسام. كم قسم عندي هون؟ قسمين. بدك ماشي، بدك قسمين، واذا بدك تعملها مضبوط هم سته، وبعدين بنضرب كلهم بصفر، بس ماشي بناخذ الاثنين هذول. اذا رح اركز على هذا وهذا، لانه واضح انه هذول رح يطلعوا زيرو. انا هذا ليش طوله هيك قصير؟ إذا صار عندي هلا هون في، يعني هذه هون في، في اوف تي او في اوف اوميجا تي، في ار ام اس راح تساوي لها. نعم. بصير اخذها لباي واضرب باثنين؟ بصير. بصير تضرب باثنين، ايش اللي بتضربه باثنين؟ يعني واحد على اثنين باي اضربها باثنين، اخذ من صفر لباي، يعني واحد على باي. بطلع معك نفس الشيء مضبوط؟ بطلع معك نفس الشيء؟ بطلع معك نفس الشيء، صحيح صحيح، بطلع معك نفس الشيء. خلينا نعمل الطويلة هلا. إذا هون عندي 1 على 2 باي، هلا راح آخذها أنا من صفر، من وين لوين راح أكمل الآن؟ بدي آخذ من باي على 3 ل 2 باي على 3، مش هيك؟ وإيش اللي عم بكامله؟ ام سكويرد دي أوميجا تي زائد، وبعدين راح نكمل من عندي هاي 2 باي، هاي راح تصير 5 باي على 6 مضبوط؟ وهي 4 باي على 6. مضبوط هيك ولا غلط؟ هذه عندي على 3، اسف مضبوط. هاي راح تكون 4 باي على 3 وهي 5 باي على 3. مضبوط. بعدين هون عندي نفس الشيء هلا هون ماينس ام تربيع دي اوميجا. هلا لما ناخذ هذول 1 على 2 باي، هلا لما بكامل بالنسبه لاوميجا تي كونستنت ايش راح يصير عندي؟ ام في اوميجا تي مش هيك، او ام في ثيتا، وراح يصير عندي هون هلا ام سكوير في ثيتا او في اوميجا تي، عندي اوميجا تي هون من باي على 3 2 باي على 3، وهي راح تطلع نفس الشيء مش هيك؟ لانه الفتره انا كل اللي راح اعمله هلا الان الفتره ما بين 2 مضبوط؟ راح تطلع هاي نفسها، فبقدر اضرب كل هذول هلا في 2 منهم. محل ثيتا بعوض 2 باي على 3 ناقص باي على 3، شو راح تعطيني؟ باي على 3 مضبوط؟ فبتصير باي على 3 في ام سكوير و2 على 2 باي، 2 تشطب مع 2، وعندي الباي بتشطب مع الباي، بصير عندي 1 على 3 ام سكوير وتساوي، بس في كمان باي عشان عشان ايش؟ باي تربيع، فبيبقى باي.
لا انتبه هاي وين بدي اعوضها محل الام ولا محل الثيتا محل الثيتا فبتصير عندي واحد على ثلاثة اوكي هلا اذا بتفكروا فيها شو الواحد على ثلاثة بتمثل بالنسبة لهاي من وين اجت الواحد على ثلاثة بالنظر من هناك لا ايوه ايش هي ثلث الوقت كانت قيمتها ام وثلثين الوقت كانت قيمتها صفر مش هيك فكانها هي هاي عباره عن واحد على ستة زائد واحد على ستة زائد صفر على ستة زائد صفر على ستة زائد صفر على ستة زائد صفر على ستة مظبوط تحت الجذر شو بتصير؟ واحد على ستة زائد واحد على ستة واحد على ثلاثة أوكي؟ فكأني عمالي بقول بتحط الأزمان اللي هون اللي مضروبة فيهم بطلع معك M هلأ M هي نفس M اللي كانت أصلاً بس عدلناها بأنه بس لاحظ أخذنا جذر والواحد على ثلاثة فباخذ الجذر وبعدين بحط الأزمان المختلفة في داخل هاي الويفو